تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. واحد طنطا تنتفض ضد الإرهاب. كلنا تألمنا للحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة الغربية في مدينة طنطا. أمناء شرطة في مركز تدريب للشرطة في طنطا طالعين من التدريب، كان فيه عبوة ناسفة، حد عن طريق موبايل مجهول فجر هذه العبوة الناسفة عن بعد. استشهد أمين شرطة محمد نوفل من كفر زيات محافظة الغربية، وأصيب 16 من الذين تواجدوا في المكان أغلبهم من رجال الشرطة. النهاردة طنطا تجاوزت الصدمة إلى الانتفاضة ضد الإرهاب الأسود، والنهاردة كان فيه شبه مظاهرة حاشدة في تشييع جثمان الشهيد محمد نوفل في كفر الزيات. حضر محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، كما حضر المستشار العسكري لمحافظة الغربية العميد أحمد يحيى، وحضر أيضا اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية. طنطا تجاوزت الصدمة إلى الانتفاضة ضد الإرهاب، ومصر كلها مدركة إن الإرهاب سواء في شمال سيناء أو في أي مكان في أرض مصر غالية مصيره إلى زوال. سيسقط الإرهاب مهما بدا له أنه في مرحلة صعود. اثنين، الرئيس السيسي يلتقي عمالقة الصناعة في أمريكا. الرئيس السيسي في زيارة إلى أمريكا، أول زيارة منذ سنوات لرئيس مصري إلى البيت الأبيض. الرئيس السيسي وصل إلى قاعدة أندروز الجوية، من هناك كان فيه حماية أمنية عالية المستوى إلى وصوله إلى فندق فور سيزونز واشنطن في جورج تاون. وبعد كده الرئيس قابل عدد من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال والاقتصاد، رئيس البنك الدولي، وقابل اثنين من عمالقة الصناعة في العالم، رئيس شركة جنرال موتورز ورئيس شركة لوكهيد مارتن. وكده مصر تتجاوز الفخ الذي أريد لها أنها تكون مجرد دولة تكافح الإرهاب، وأن جدول أعمالنا يكون مجرد الجلوس لمكافحة الإرهاب. دلوقتي مصر مدركة تماما أنها أكبر من أن يكون مجرد دورها أو يختزل دورها في مكافحة التطرف أو الإرهاب، إنما في ملفات اقتصادية وملفات سياسية وملفات تخص الشرق الأوسط والعالم على مائدة أو على جدول أعمال لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثلاثة، هل تنهار أوروبا بعد خروج بريطانيا؟ اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم إنه بريطانيا اللي خدت قرار إن هي تخرج من الاتحاد الأوروبي بدأت تعاني من عواقب هذا الخروج. وقلنا كلمة رئيس المجلس الأوروبي اللي بيقول إن احنا مش هنعاقب بريطانيا عشان خرجت، هي عاقبت نفسها بإن هي خرجت، وكفى عقابا إن هي أصلا بقت خارج أوروبا. لكن قلنا إن بريطانيا بدأت تعاني الكثير، قلنا إن فيه مشكلات حدودية بدأ الكلام عنها، ما يخص أيرلندا، ما يخص استقلال أو احتمال استقلال وانفصال اسكتلندا، ما يخص القواعد في قبرص، ما يخص جبل طارق اللي هو سيادة بريطانية لكن تطالب به أسبانيا. بنضيف اللي قلناه قبل كده إن في مليون بريطاني موجودين في أوروبا هيضطروا يسيبوا شغلهم وحياتهم في أوروبا ويرجعوا إلى بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إنما خبراء اقتصاد كبار في الاتحاد الدولي الاقتصاديين قعدوا في مائدة مستديرة واتكلموا على الجانب الآخر. طيب بريطانيا، وفهمنا إنها سوف تتضرر، وقلنا إن هي الضرر واقع في جبل طارق، حدود مع إيرلندا، اسكتلندا، المليون بريطاني اللي موجودين في أوروبا، تأثر الاقتصاد البريطاني، كل ده واضح بالنسبة لبريطانيا. لكن هل أوروبا مش هتخسر من خروج بريطانيا؟ محللين اقتصاديين بيقولوا لا، أوروبا كمان هتخسر، الكل خسران، بريطانيا تخسر وأوروبا تخسر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. خبراء الاقتصاد بيقولوا إنه في 3 مليون أوروبي موجودين في بريطانيا، هم كمان هيرجعوا وهيمثلوا ضغط كبير على أوروبا. نمرة 2، في فراغ سياسي، دولة كبيرة بوزن بريطانيا
لما تسيب أوروبا يبقى في فراغ في توازن القوة في الاتحاد الأوروبي، وده هيطمع دول أخرى كتيرة إنها تخش في المنافسة مع ألمانيا على قيادة أوروبا. ثلاثة، الذي يظهر حتى الآن إن ألمانيا هي التي تحكم أوروبا، وإن ألمانيا هي القوة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وإن خروج بريطانيا بيخلي الساحة تماما لألمانيا لقيادة القارة الأوروبية. لكن الخبراء اللي قعدوا في هذه المادة المستديرة بيطرحوا التساؤلات التالية: هل تقدر ألمانيا فعلا إنها تحكم أوروبا بعد خروج بريطانيا؟ وهل الصورة أفضل ليها بخروج بريطانيا؟ بيقولوا هؤلاء الخبراء نمرة واحد إن في مشكلة عند ألمانيا، لأن ألمانيا مش عايز تدفع كتير في موضوع التسلح، وبالتالي الدولة رقم اتنين في أوروبا اللي هي فرنسا جيشها أقوى من الدولة رقم واحد في أوروبا اللي هي ألمانيا، وبالتالي ما ينسجمش إن رقم واحد في أوروبا سياسيا واقتصاديا ما يكونش رقم واحد في أوروبا عسكريا، إن تبقى ألمانيا أكبر قوة اقتصادية وسياسية وحاكمة لأوروبا، ولكن جيشها مش بالقوة الكافية اللي ممكن تحتاجها القارة الأوروبية في أي صراع. ده مش نتيجة ضعف الجيش الألماني، وإنما نتيجة عدم رغبة ألمانيا إنها تدفع أكتر في تسليح الجيش الألماني. ده كلام الخبراء في المائدة المستديرة من الاتحاد العالمي للاقتصاديين. نمرة اتنين، أوروبا فيها غضب على ألمانيا. دولة زي اليونان متبهدلة كتير جدا، أزمة اقتصادية عنيفة. اليونانيين شايفين إن وزير المالية الألماني هو سبب الوضع السيء اللي هم فيه، وإن ألمانيا بتذلهم وألمانيا ضغط عليهم وألمانيا وراء إذلال الدولة اليونانية، فعندهم درجة من السخط على ألمانيا. بلد زي إيطاليا كمان شايفة إن في عملية ضغط مبالغ فيها جدا من الألمان ووزير المالية الألماني على إيطاليا. دول أخرى شايفة إن ألمانيا بموضوع المهاجرين واللاجئين بهدلت بعض الدول زي المجر وغيرها. فإذا في دول زي اليونان وزي إيطاليا متضايقين من السياسات المالية لألمانيا. في دول زي المجر وبولندا ودول البلقان متضايقين من السياسات اللي خاصة باللاجئين والمهاجرين من قبل ألمانيا. في دول شايفة إن ألمانيا تدفعش كتير علشان تخلي الجيش الألماني قادر على حماية القارة الأوروبية. يضاف إلى ذلك إن الاقتصاد الألماني نفسه تراجع، وإنه في معدلات النمو بتاعته تباطأت، في تباطؤ في النمو في ألمانيا في السنوات الأخيرة، ومشاكل أوروبا كترت، وألمانيا باقتصادها الحالي وتباطؤ النمو رغم قوته الكبيرة جدا إلا إنه ما يقدرش الاقتصاد الألماني إنه يستجيب لطلبات وضغوط دول أوروبا. مجمل هذا التحليل إن خروج بريطانيا خسارة كبيرة واضحة لبريطانيا، لكن أيضا خسارة كبيرة واضحة لأوروبا. من 3 مليون أوروبي اللي موجودين في بريطانيا هيرجعوا، من فرنسا اللي هي شايفة إن الاتحاد قدامه عواقب كبيرة، ممكن فرنسا نفسها قدام تحاول تضعف الاتحاد أو تنافس ألمانيا، من دول زي المجر متضايقة من سياسة المهاجرين، من دول زي اليونان وإيطاليا متضايقة من السياسة المالية لبرلين، من دول كتير شايفة إن ألمانيا ممكن ما تقدرش تحمي ولا تلبي طلبات أوروبا في أي مواجهة مع روسيا أو مع العالم. يبقى إذن أوروبا بتخسر وبريطانيا بتخسر، واللي حصل ده إضعاف لبريطانيا وإضعاف لأوروبا. دي الصورة اللي قالها خبراء في الاتحاد العالمي للاقتصاديين في مائدة مستديرة، أن أوروبا ستخسر بمثل ما ستخسر بريطانيا من الخروج. أربعة، لأول مرة في التاريخ الدبابات الأمريكية على بعد 700 كيلو فقط من موسكو. إحنا عارفين إن الحرب الباردة كانت الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وإنه منذ الحرب العالمية الثانية ما حصلش إن القوتين العظميين أو قوتين نوويتين دخلوا في حرب. ده معناه إنه لو التاريخ شهد لا قدر الله في المستقبل، والأرجح أنه سيشهد يوما ما حرب نووية بين قوتين نوويتين، التاريخ ما يعرفش نهائيا أي حرب زي كده،
كل اللي نعرفه ان امريكا ضربت اليابان بالقنابل النووية فقط، ان ما فيش حرب نووية بمعنى دولة ضربت نوويا والدولة الثانية ردت نوويا على الدولة الاولى التي قصفت نوويا. ما عندناش في التاريخ حرب نووية او حرب بين دولتين نوويتين استخدموا فيه اسلحة الدمار الشامل. زي ما قلت لحضراتكم، في اعتقاد بان احنا ممكن نكون على ابواب حرب عالمية ثالثة. ما يعزز ذلك ان لاول مرة في التاريخ، لاول مرة في التاريخ تبقى دبابات امريكا على بعد 700 كيلو فقط منين؟ من موسكو العاصمة الروسية، مسافة صغيرة جدا طبق لما نشر موقع سبوتنيك الروسي. 700 كيلو من موسكو توجد قوات أمريكية ودبابات أمريكية. الأمريكان بيحصوا روسيا، في قوات موجودة في بولندا جنب روسيا، قوات موجودة في حدود ألمانيا جنب روسيا، قوات جديدة بقى في دول البلطيق الثلاثة، ليتوانيا ولاتفيا واستونيا. الثلاث دول دول اللي هم دول البلطيق دلوقتي في قوات أمريكية موجودة في هذه الدول على بعد 700 كيلو فقط من العاصمة الروسية موسكو. السلاح الأمريكي اللي راح لحدود ألمانيا كان يعادل قطار طوله 16 كيلو. تخيل بقى ان لو قطر العربات ممتدة 16 كيلو كلها أسلحة متجهة إلى شرق ألمانيا الحدود مع روسيا. يبقى إذن الأمريكان بيحزموا روسيا بالسلاح سواء في بولندا أو سواء في ألمانيا أو سواء في دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا واستونيا. الروس من جانبهم شايفين إن ده كلام مبالغ فيه جدا، وإن مفيش قلق حقيقي من روسيا على دول البلطيق. لافروف وزير خارجية روسيا قال إنه مفيش أي خطر، واستعان بمثل روسي بيقول إن عيون الخائفين واسعة، إن أي حد خائف جدا بتكون عينيه واسعة جدا بيتخيل حاجات ما بتكونش تهديد حقيقي، إنما تحت الخوف يشعر إنها تهديد حقيقي. إلا إنه الأمريكان مصرين إنهم يحشدوا قوات ودبابات وأسلحة وصواريخ بالقرب من حدود روسيا. الرئيس ترامب بيواصل نفس سياسة الرئيس أوباما، فواضح ده منهج أمريكي إن هم يحاصروا روسيا والصين. رغم علاقات الدافئة في عهد ترامب بين الكريملين والبيت الأبيض، ورغم العلاقات المتوترة الواضحة فقط على صعيد الصين وأمريكا، إلا إنه تبدو أن هناك معالم حرب باردة تجري على الأرض فعلا بين أمريكا وبين روسيا. في استطلاع رأي مؤخرا في أوروبا، أغلب الأوروبيين بيعتقدوا أن في مقدمات لحرب عالمية ثالثة. كل اللي قلناه قبل كده هو مدعاه للخوف في هذا الإطار، إنما كل يوم بنلاقي جديد يدعو للخوف أكثر وأكثر. اتكلمنا عن الصين وبحر الصين الجنوبي واحتمالات غزو كوريا الشمالية، اتكلم دلوقتي على ألمانيا، على بولندا، على دول البلطيق، حوالين روسيا. فبنتكلم انه في اكتر من جبهة للقتال وارد تكون ضمن جبهات الحرب العالمية الثالثة. اللي بتصور انه مع الرئيس ترامب ممكن يكون في رجوع عن هذه السياسات او سباق التسلح المميت، لكن تبدو ان ديت رؤية امريكية بغض النظر عن الادارة الحاكمة في البيت الابيض، اللي هو الاستعداد لاحتمالات حرب ساخنة او حرب نووية بين روسيا وبين امريكا. ده اللي بيخلي الروس باستمرار بيطوروا الدفاعات الجوية وكمان الصواريخ الهجومية. اتكلمنا بكده على القطار النووي الروسي، وان روسيا تقريبا مستعدة لهذه الحرب، وكل شوية بيلاقي استعارات عسكرية روسية لاحتمالات اي هجوم امريكي او هجوم من الناتو على الاراضي الروسية. لما نقول ان دبابات امريكا بقت على بعد 700 كيلو فقط من موسكو العاصمة الروسية، هنتكلم على خطوة قبل الحرب العالمية الثالثة. خمسة، مؤسسة البورصة المصرية للتنمية.
مؤسسة البورصة المصرية للتنمية هي مؤسسة خيرية وتنموية جديدة. الاجتماع التأسيسي كان برئاسة الرئيس السابق عدلي منصور، وتشرفت بحضور هذا الاجتماع التأسيسي كعضو في مجلس الأمناء. هذه المؤسسة نشر اليوم الكثير في وسائل الإعلام عنها، هي ببساطة نمرة واحد سباق في الخيرات. احنا بنتكلم على دوري الخير إذا جاز التعبير في مؤسسات عظيمة ورائدة زي الأرمان وزي مصر الخير وزي جمعيات مؤسسات خيرية وتنموية كتيرة جدا. فهذه مؤسسة جديدة تضاف إلى سباق الخير وإلى دوري الخير والعمل التنموي في مصر. نمرة اتنين، الرئيس عدلي منصور الرئيس السابق لمصر اتكلم أكتر من مرة عن ضرورة دعم العمل الخيري، وإدى اهتمام خاص بمستشفى أبو الريش للأطفال في القاهرة، وفي تفكير إن هذه المؤسسة تبدأ في عمل مستشفى أطفال أبو الريش جديدة تكون في أسيوط، وربما يكون هناك تفكير في بني سويف والإسكندرية في وقت لاحق إن بده يكون في مستشفيات أطفال كبرى على غرار ما جرى منذ عقود في تأسيس مستشفى أبو الريش للأطفال. البورصة المصرية هي الأخرى عندها رؤية تنموية، والدكتور محمد عمران قال لنا في هذا الاجتماع رؤية البورصة المصرية لدعم الأعمال الخيرية والتنموية، وبالتالي كان لقاء البورصة مع الرئيس السابق عدلي منصور أسفر عن هذه المؤسسة اللي فيها عدد من الشخصيات البارزة. المهندس إبراهيم محلب مساعد السيد رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق هو من قيادات هذه المؤسسة، كذلك النائب والوزير السابق طاهر أبو زيد، وكذلك المثقفة البارزة والشخصية المرموقة الأستاذة منى ذو الفقار ضمن هذه الشخصيات البارزة في هذه المؤسسة. المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل شؤون مجلس النواب بذل جهود كبيرة جدا من أجل إطلاق هذه المؤسسة، والمحاسب محمد يحيى ونائب رئيس البورصة الأستاذ وجيه التازي بذلوا جهود موازية لمحاولة إنجاز هذه المؤسسة ووضعها على الطريق. في تفكير أن المؤسسة تشتغل في مجال الصحة والتعليم، عنوان الصحة مستشفى أبو الريش في الصعيد، عنوان التعليم هيكون اهتمام بالعلم والبحث العلمي والمهن التعليمية ودعم المختبرات والمعامل ودعم الدراسات في العلوم الأساسية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات. إن شاء الله بعد إطلاق المؤسسة هيظهر أكتر خريطة طريق هذه المؤسسة الكبيرة الجديدة، مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة. ستة، أطلس السحب يضع سحب يوم القيامة في الطبعة الجديدة. علم الأرصاد الجوية جواه علماء وباحثين بيتكلموا عن علم السحب، أو مش علم السحب وأرصاد جوية، إنهم مهتمين بموضوع السحب وخبراء في حركة السحب وتكوينات السحب واتجاه السحب. وهؤلاء العلماء في بالتوازي معاهم النشطاء مهتمين جدا بموضوع السحب، عندهم جمعية اسمها جمعية هواة السحب بيرأسها كاتب بريطاني. إنما العلم اشتغل قبل كده على أطلس للسحب بيشرح فيه بالصور وبالأرقام والمعلومات وبالمساقط فين السحب بتتكون وكيف تتشكل وإزاي تتحرك وكيف تتجه من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر على كوكب الأرض. بقى فيه إلمام كبير جدا بحركة السحب على كوكب الأرض. في القرن 19 في آخره 1896 أول أطلس للسحب. طبعا هي في مفاجأة إن علم السحب أو دراسات السحب وصل إلى هذا المستوى، وإن علم الأرصاد الجوية واصل إلى وضع أطلس في وقت مبكر زي كده 1898. هذا الأطلس 1896 هذا الأطلس علشان خاطر يشرح لنا ويضع كل خارطة السحب على كوكب الأرض. سنة 51 العلماء طوروا هذا الأطلس وطلعوا طبعة جديدة مطورة من أطلس السحب في العالم. 2017 طلعت طبعة جديدة من أطلس السحب في العالم، إنما ضمن مجموعة من السحب لم تكن متضمنة من قبل في هذا الأطلس، بتسمى سحب يوم القيامة. هي سحب عبارة عن دوامات عنيفة جدا 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 وبشكل غريب ولافت الأنظار،
وغالبا بتشكل اشكال ممكن تقول ان ده وجه انسان موجود على السحب. طبعا في اعتقاد من زمان ان ممكن حد يبص للقمر فيلاقي وجه انسان او وجه كائن، حد يبص للسحب فيلاقي وجه انسان يعرفه او انسان ما يعرفوش، او يلاقي ان ده وجه حيوان موجود على الارض بيلاقيه موجود في هذه السحب. في ناس كتير عندها هذا الاعتقاد تاريخيا ان في وجوه للبشر موجودة على القمر او موجودة على السحب. علميا في علم النفس باريدوليا دي كلمة بيشار بيها الى الناس اللي عندهم التصور النفسي ده، لو يبص للقمر فيتصور وجه انسان، او يبص للسحب فيتصور ان ده تكوين بشر رايحين جايين او تكوين كائنات. والبعض كان بيعتقد ان ديت اما كائنات لها مكانة دينية وروحية كبيرة جدا وظهرت في هذه السحب، والبعض بيعتقد ان هي ممكن تكون مخلوقات فضائية جاية فوق السحب علشان تطلع على كوكب الارض. كل هذا الكلام تم دراسته في علم النفس، انما العلم الحقيقي ضمن الارصاد الجوية بدأ يدرس حركة السحب دي المثيرة للنقاش والمشهورة عند البعض بسحب يوم القيامة، وتم تضمينها في الأطلس الجديد اللي هو أطلس 2017 للسحب في العالم الذي تضمن هذه السحب اللي ممكن نشوف من خلالها وجوه للبشر أو وجوه لكائنات يعتقد بأنها كائنات فضائية. لما نشوف ثلاث مقاطع فيديو هيظهر لينا بالظبط إيه هو هذا الموضوع. الموضوع العلمي المؤكد أن السحب يتم دراستها كظاهرة علمية، إن الأرصاد الجوية تدرس بشكل دقيق جدا حركة السحب في العالم، إن في أطلس من القرن ال 19 اسمه أطلس السحب، وإن هذا الأطلس 2017 بعد أكثر من 100 سنة على صدور العدد الأول تضمن سحب الشيطان أو سحب يوم القيامة كما يلقبها البعض. مقطع الفيديو الأولاني اللي بيبين لنا وجه إنسان على السحب، كلنا لما نبص على السحب ممكن يجي لنا هذا التخيل إنه في تكوينات بشرية أو وجوه إنسانية موجودة على السحاب أو موجودة على وجه القمر. بعض الشعوب بتعتقد إنه لما قادة سياسيين كبار أو زعماء كبار يموتوا إن هم ممكن يلاقوا وجوههم على السحب أو على القمر، ده موجود عند شعوب كتيرة في العالم. بعض الاعتقادات الدينية تتصور إنه في وجوه دينية لأنبياء أو لغيرهم على السحب أو على القمر. حتى بعض المشاهدين اللي هم عندهم اعتقاد في فنان معين أو غيره إنه ممكن يشوفوا صورة الفنان على وجه السحب أو القمر. التلفزيون الفرنسي عمل تقرير عن اعتقاد البعض بوجود وجه المسيح عليه السلام على السحب في إحدى الدول. المقطع الثالث اللي اتكلمنا بقى عنه بقى اللي هي السحب اللي بتسمى سحب يوم القيامة اللي هي تبقى دوامات وحركة عنيفة جدا، واللي أطلس السحب 2017 اعترف بيها رسميا وضمها ضمن أنواع السحب الموجودة في العالم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.